اكتر في فتره من الفترات بسبب ان محدش بيدي المعلومه. فبقيني اساسا شغلتي مدرسه، فقلت لا يعني مهم ان احنا نعلم اكبر قدر ممكن من الناس ايه هو فن الباتيك، لان لما حد هيجي ياخد كورس هيعرف هو قد ايه صعب. كان نفسي جدا ان احنا نعمل ازياء مصريه، او احنا اللي نعمل الموضه ما ناخدهاش من بره، وخصوصا ان التراث بتاعنا الثقافي المصري كبير قوي 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 قوي.